في محاضرتنا السابقة كنا نتحدث عن حساب النهايات للاقترانات، وشفنا مجموعة من الأمثلة. بدي أحاول أشوف اليوم أشوف اليوم المزيد. لو بدينا بسؤال 17، I want limit x squared plus y squared over square root of x squared plus y squared plus 1 minus 1 و x y goes to 0 0. أي اقتراحات؟ استخدم البولر. صحيح انه x تربيع زائد y تربيع على طول بتخلي الواحد يفكر في موضوع البولر. لاحظوا لو حولته لبولر، this is limit r squared over square root r squared plus 1 minus 1 و r goes to 0. لاحظوا ما في عندنا ثيتا، تمام؟ فخلص هي ما كذبتها. طبعا لو جينا عوضنا هي 0 هي 1 minus 1 is 0. نضرب في مرافق. هلا انت رجعت calculus 1 على فكره. لو ضربت بالمرافق square root of r squared plus 1 plus 1 over square root r squared plus 1 plus 1. We'll have limit r squared p square root r squared plus 1 plus 1 divided by، هلا هذول بنضربوا راح يكون مربع الاول ناقص مربع الثاني، اذا هي مربع الاول r squared plus 1 مربع الثاني هي 1 وبينهم minus. طبعا r goes زيرو. هلا شو بصير عندي؟ هاي الواحد وسالب واحد راحوا مع بعض، وآر تربيع راحت مع آر تربيع، هذا continuous. عوضوا as r goes to zero this is equal to الليمت موجودة وبتساوي. طيب أنا كل الأمثلة اللي شفتها شفت functions in two variables. What about if we talk about a function in three variables؟ فنشوف هذا المثال. سؤال 20، سؤال 20 I want limit x y plus y z by x squared plus y squared plus z squared x y z goes to 0 0 0. طبعا على فكره الدومين لهذا الاقتران كل شيء r cross r cross r، مش ازواج مرتبه ولكن ثلاثيات، ما عدا 0 0 0. هي النقطه الوحيده اللي خارج الدومين. اوكي، خارج الدومين، هل في سلوك منتظم للاقتران حولها ولا يا ترى في نوع من العشوائيه؟ تاخذ اكس وواي صفر. ايش يعني اكس وواي صفر؟ يو ار توكينج اباوت ذا باث along زد اكسس، مظبوط؟ نفس الاشياء اللي انا كنت اتعامل فيها سابقا. هاي انت عندك المحاور، انا ممكن اجي along the z axis، هاي باجي على النقطة 0، اذا هاي path along z axis، وهذا يكافئ انه x equals y equals 0.
يصير عندي limit هاي 0 وهاي 0 البسط 0 هاي 0 0 ضايل عندي z تربيع وz goes to 0 هذا شفناه بارح انه this is equal to 0 okay this is good ايش تعمل علي صوتك نفس الشيء لا تاخذ بلين خذ لاين خذ باث along x بتساوي y بتساوي z هاي معادلة ايش هاي معادلة لاين احنا اللاين كيف ممكن تكتبه ممكن parametric ممكن symmetric هذا symmetric هذا x ناقص 0 على 1 بيساوي y ناقص 0 على 1 بيساوي z ناقص 0 على 1 so this is straight line هذا هيك راح يجي اللي هم كلهم متساويات But this is a path going through 0 0 0 شو بيعطينا limit خلي كل شيء x هاي x تربيع x تربيع هاي 2 x تربيع والمقام x تربيع x تربيع x تربيع 3 x تربيع و x goes to 0 goes to 0 مش 0 بختصر ال x تربيع مع ال x تربيع الجواب كم بيساوي 2 over 3 إذا هي في path أعطاني 0 هي في path أعطاني 2 على 3 إذا ال limit does not exist إذا نفس الشغل اللي اشتغلته على 2 dimension بقدر أشتغله على The three dimension. بس السؤال كيف أختار الباث المناسب اللي يوصلني له؟ إذن هاي does not exist. Okay. دعونا نرى المزيد. مثلاً شوفنا سؤال 40. I want limit x squared plus y squared times ln x squared plus y squared xy goes to 0, 0. هذا بولر يعني كثير مبين x تربيع زائد y تربيع على طول بتبين والحلو فيها انه ما فيها ثيتا ما فيها ثيتا اذا رجعت ل function in one variable رجعنا لكالكولس 1 والمهارات اللي تعلمناها فيها فاذا using the polar this is equal to limit r squared ln r squared و r goes to 0 طيب شو بيساوي هذا 0 لن الزيرو ماينس انفينيتي تمام فزيرو في انفينيتي هذه undetermined طيب شو كنا نسوي فيها هاي زيرو في انفينيتي واحدة منهم بدي انزلها للمقام حتى تصير يا زيرو على زيرو يا انفينيتي على انفينيتي مين نزل ار تربيع اذا بضرب البسط بواحد على ار تربيع والمقام واحد على ار تربيع اذا هاي بتساوي limit بس اسمحوا لي هاي بدي اكتبها 2 لن r على 1 على r تربيع r goes to 0 مره ثانيه انضربت ب 1 على r تربيع 1 على r تربيع as r goes to 0 هي هذه minus infinity وهذه infinity فهي infinity على infinity this is L'Hopital so using L'Hopital's rule I'll have limit r goes to 0 البسط 2 على r والمقام هذا r للقوة سالب 2 مشتقته سالب 2 r للقوة سالب 3 إذا هي minus 2 over r cube شيل 2 مع 2 اضرب ب r تكعيب بسط ومقام بتروح من هنا وبضل عندي في البسط ايش؟ r تربيع so this is equal to limit minus r squared r goes to 0 which is equal to
فإذا هاي استطعت إني أجيب إني أوكي. طيب أنا ما زال عندي المزيد، لكن خليني أتكلم شوي عن فكرة الكونتينيوتي. الكونتينيوتي لها علاقة وطيدة جدا بالليمت ديفينيشن. Let f x y be a function d subset من x y plane. Its domain لها مجموعة أزواج مرتبة، جزء من ال x y plane. قد يكون كامل الـ XY plane وقد يكون مجموعة جزئية منه. وخلينا نقول إنه AB عنصر موجود في الدومين، يعني الفانكشن معرفة عنه. We say that FXY is continuous at AB if limit fxy as xy goes to AB equals if AB. إذا كانت النهاية تساوي الصورة بقول أن الفانكشن مالها continuous. Otherwise f is discontinuous at AB. شو يعني otherwise؟ يا إما إنه النهاية مش موجودة، يا إما إنه النهاية موجودة بس ما بتساوي الصورة. في هالحالتين هذول بقول إنه الفانكشن مالها غير متصلة عند الـ AB. FXY is continuous for all AB ND. لو كانت متصلة عند جميع نقاط المجال then we say FXY is continuous function only. إذا كانت متصلة عند كل نقطة من نقاط المجال تبعها بنقول إنها إيش؟ تيران متصل على مجال. تمام؟ طيب خلينا نشوف بعض الأمثلة. ماشي، بدي اخذ سؤال 42. اعطيني f x y تساوي sin x squared plus y squared over x squared plus y squared. And this is when x, y is not 0, 0. So 1 if x, y equals 0, 0. تمام؟ اقتران متشعب بهذا الشكل. Find or discuss continuity of fxy. متى يكون هذا الاقتران؟ اول شيء معلش شوفوا لي ايش الدومين لإله. الدومين لإله كل شيء r cross r. هو عندي 0 0 معضله، اذا مش 0 0 برضه معضله كل شيء. طيب
الزيرو زيرو هاي النقطة صار في عندي تغيير في التعريف عندكم. سيب لي اياها شوي. بعد لي عن الزيرو زيرو. بعد عن الزيرو زيرو بتتكلم عن هذه الفانكشن. شو رأيكم؟ هل هذه الفانكشن كونتينيوس ولا لا؟ كونتينيوس. أي نقطة غير زيرو زيرو لما تحسب النهاية لها شو راح تكون؟ راح تكون الصورة. يعني هي ضمن الدومين وما فيها مشاكل فإذا كونتينيوس. إذا هاي ابتداءً. If is continuous for all x, y ينتمي ل r cross r ما عدا النقطة 0, 0. أي شيء غير ال 0, 0 ما لها هذه continuous. تعرف عندها وما أحلاها اللي هي الجزء اللي فوق. هلا وين ضايل مشاكلي؟ عند ال 0, 0 اللي هو تغير التعريف عندها. فتعالوا خلينا نطبق التعريف اللي سويناه قبل شوي. تعال نحسب النهاية ونشوف هل بتساوي الصورة ولا لا. فتعالوا نحسب الآن for 0 0. تعال نحسب limit if x y as x y goes to 0 0. تمام؟ أنا ما حكيت ال if، ما حكيت ال x y بتساوي 0 0، حكيت x y going to 0 0. إذا أي فرع راح تستخدم من التعريف؟ راح تستخدم اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق، لأنه x goes to 0 0 مش 0 0، معناته هذه 0 0 هي هاي. أي شيء ثاني غير 0 0 اللي هي مين؟ فوق. فإذا هاي بتساوي limit sine x squared plus y squared over x squared plus y squared as x y goes to 0 0. Any suggestions? Polar. على طول polar. This is equal to limit sine r squared over r squared to r goes to 0, which is equal to 1. لكن الواحد اللي هي صورة الاقتران عند مين؟ عند 0 0. إذا شو رأيكم؟ النهاية بتساوي الصورة، معناته أيضا متصلة عند 0 0. إذا أنا ابتداء شفت أنها متصلة في كل مكان ما عدا 0 0. عند 0 0 شيكت عليها وهي طلعت إيش؟ طلعت متصلة. إذا القرار الآن إيش الكونتينيوتي لهذا الفانكشن؟ continuous everywhere. إذا if x y is continuous for all x y and r cross r أو اللي هو ال x y plane، هي متصلة ده. طيب تعال نشوف كمان مثال. نشوف سؤال 38. أعطيني f x y equals x y over x squared plus y squared when x y is not 0 0. Was 0 when x y equals 0 0. إيش الدومين لهذا الاقتران؟ r cross r كلياته معرف وين مكان. هاي عند 0 0 معرف قيمته 0. إذا مش 0 0 معرف بهذا الشكل. ولاحظوا هذا مشكلته بس عند 0 0. لا هو مش معرف عند 0 0. عند 0 0 بتساوي. طيب نفس الشيء discuss continuity of this function. تفضل. تمام. بعد عن الزيرو زيرو هذا دومين لإله r cross r ما عدا الزيرو زيرو. أي نقطة يعني النهاية تبعتها راح يكون إيش؟ تعويضها. فإذا بعيدا عن الزيرو زيرو والله ربنا الله كله كويس. إذا هي ابتداء f x y is continuous
on R cross R ما عدا الزيرو زيرو. أي شيء بعيداً عن الزيرو زيرو ربما الله ما فيها مشاكل. أوكي كويس، تعالوا نروح لوين؟ للزيرو زيرو. تعال نحسب now for zero zero بدي أحسب limit f x y as x y goes to zero zero. I'm going to zero zero. معناته راح استخدم إيش؟ راح استخدم اللي فوق. فهاي بتساوي limit x y over x squared plus y squared x y goes to 0 0. What to do? استخدم الباثز. Okay. Path along x axis اللي هي ال y بتساوي 0. يصير عندي limit 0 over x squared x goes to 0 this is equal to 0 تمام. و pass along مين y تساوي x بدي y تساوي 2x نرجع كل شيء ثاني ها كل y شيلوها حطوا مكانها ايش 2x شو بيصير limit x و 2x هي 2x تربيع x تربيع زائد 4 x تربيع x goes to 0 اللي هي بتساوي limit 2x تربيع على 5 x تربيع x goes to 0 الجواب كم 2 على 5. تعرف انا ليش سويت هيك؟ انا بدي اورجيك كل ما تغير الرقم هذا كل ما بتغير الليمت هاي يا خربان الدنيا بالمرة يعني على كل باث ايش بيعطيك جواب شكل على كل باث بيعطيك جواب شكل y بتساوي x راح يعطيك نص هاي y بتساوي 2 x اعطاك 2 على 5 y بتساوي 3 x راح يعطيك جواب غير عن هذول تماما فاذا على كل باث من هذول كل مرة ايش يضربني في مكان ثاني فاذا الليمت does not exist طوان. اوكي الفانكشن معروف ربنا الله عند 0 0 بتساوي 0 ولكن الليمت مش موجوده اذا ايش discontinuous at 0 0 هلا بعيدا عن 0 0 احنا شفنا انها متصله عند 0 0 شيكنا عليها للاسف الشديد ما اعطتني شيء فاذا هي اف از discontinuous at 0 سؤال تحوليها لبولر ممتاز لما تحوليها لبولر بيصير عندك ايش ار تربيع بتروح مع الار تربيع بضل عندك كوساين ساين وزاويه ثيتا نفس الشيء راح تاخذي لي تو باثز خذي مثلا ثيتا بتساوي 0 بيعطيك جواب خذي ثيتا باي على 3 بيعطيك جواب خذي باي على 6 بيعطيك جواب ثاني باي على 4 بيعطيك جواب رابع وهكذا نفس الشيء هي في النهاية أنت بتاخذي باثز على الثيتا أو على الـ XY في الحالتين الليمت does not exist yes. Yes. طيب تعال نشوف كمان واحد y تساوي x squared y cube divided by 2x squared plus y squared when x y لا يساوي 0 0 و a when x y equal 0 0 المطلوب find the value or values
of A so that fxy is continuous at 0, 0. هل في قيم لـ A بتخلي لي هذا الاقتران متصل عند 0, 0؟ بحسب النهاية. إذا مش موجودة معناته سوري هاي discontinuous ولا في إلها حل. إذا موجودة وبتساوي رقم معين بخلي الـ A تساوي هذا الرقم بحيث النهاية تساوي الصورة. حلو اليوم. أنا بدي limit f x y as x y goes to 0, 0 goes to 0, 0 مش 0, 0 فإذا راح استخدم اللي فوق أي limit x squared y cube over 2x squared plus y squared x y goes to 0, 0. شو أسوي؟ x و y polar, polar. This is polar. لأنه الـ R مش راح تروح، راح تضل. فإذا لو استخدمنا البولر limit أي R تربيع و R تكعيب R قوة 5 cosine تربيع ثيتا sine تكعيب ثيتا على R تربيع R تربيع طلع ليها برا R تربيع 2 cosine تربيع زائد sine تربيع طبعاً R ثيتا goes to 0 anything هذه 1 زائد كوساين تربيع صح؟ 2 كوساين تربيع هي كوساين تربيع زائد كوساين تربيع كوساين تربيع مع ساين تربيع هي بتعطيني واحدة بس بضل عندي كوساين كوساين واحدة فإذا هاي إيش؟ بتساوي limit R تكعيب بعد ما اختصرت الـ R و كوساين تربيع ثيتا ساين تكعيب ثيتا على واحد زائد كوساين تربيع ثيتا و R ثيتا goes to zero anything الجواب تخدير بالك هل ال R اوكي راح للزيرو هذاك هو هل بروح للزيرو مستحيل سبب كوساين تربيع هو بين الصفر والواحد وضيف له واحد إذا صار بين الواحد والاثنين فأما ما في مشاكل تعرف وين بتكون مشكلة سيريا لو كانت هذه ماينس لو ما كانت بلس كان إيش كان نعم والله صح بتصير ساين تربيع بتروح والله بتروح طيب لو ما كان ساين لو ما كان فيه لو ما كان فيه لو هيك واحد هنا بيصير في مشاكل لاحظي لما تروحي عند الباي على 2 هي اللي عفوا عند الـ شو اسمه زيرو مثلا تصير واحد ناقص واحد واحد ناقص هي صارت ايش هي صارت الانفينيتي فبصير عندي مشاكل لكن انه والله حتى لو ماينس مع الساين اللي فوق هي اموري تمام فاذا هذا باوندد رقم ما بيهمني كم قيمته لكنه رقم مش انفينيتي في زيرو شو الجواب يساوي إذا النهاية موجودة وبتساوي زيرو حتى يكون هذا الاقتران متصل لازم الصورة تساوي النهاية فإذا هاي أنا بدي إياها هاي اللي هي A بتساوي F 0 0 ف
فإذا حتى يكون متصل لازم الـ A شو تساوي Z. So for continuity you must have A equals 0. تمام؟ exist. ما هو انا حكيت لك هي الفكره انه الثيتا لما تروح لاي مكان انت تحط كل الباثز. فانا لما بستخدم البولر زي كاني شيكت على كل الباثز وانها فعلا بتعطيني نفس الجواب. نعم لا 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 لا, لا. انت اذا احيان بيطلع نص واحيان ربع واحيان مش عارف ايش, انا صار في باثز بيعطوك اجابات مختلفه, مش شرط يطلع الجواب زيرو, كان اي شيء. تمام, لكن انه استخدمت البولر واعطاك جواب محدد معناته هذا صحيح لكل الزوايا, صحيح لكل الزوايا معناته هو صحيح لكل الباثز, صحيح لكل الباثز معناته النهايه موجوده. تذكر كالكولس 1 شو كنت تسوي لي؟ يمين شمال, كويس. اذا تساووا يساووا الصوره معناته امورك تمام. هنا ما في يمين شمال, في عندي كلياتهم. فهلا البولر لما تستخدمه يعطيك جواب معناته لكل الزوايا بيعطيك نفس الجواب. فاذا انت شيكت عليهم كلياتهم, هاي الحلو في البولر انه بيعطيك كل شيء. بس هذا على اساس انه ايش, انه ضلت الار بحيث انها تتحكم في الامور. اذا راحت الار مشكله الثيتا بتصير هي تتلاعب فيك, يعني اضطر بين كده. بدك تفكر بشيء ثاني لانه زيرو في انفينيتي ما لها جواب. بدك تشوفي, بدك تغيري شكله, بدك تروحي لاشي غير البولر, بدك ما بعرف. لكن انه زيرو في انفينيتي انا ما بعرف شو جوابه. اوكي, انا بكتفي بهذا القدر بالنسبه للموضوع. خليني ايش بدي اسوي. يأمر هيك مرور سريع على الامتحان تبعكم. يعني يمكن أكثر من 50% منكم السؤال الأول الفرع A حلوا جزء منه, في جزء موجود ما حلوا. كان هو إيش بيحكي؟ Find the equation of C and the touching point ABC. فإذن كم مطلوب؟ مطلوبين, جيب لي معادلة الدائرة وجيب لي نقطة التماس. وحلوا وجابوا المعادلة الدائرة بس إيش نسيوا نقطة التماس. فما بعرف, يعني هذا واضح إنه شو عندنا مشكلة في القراءة, ما بنقرأ. يعني بشوف أول كلمتين وبعدين بمشي, بس في الامتحان ما بصير, بدك تقرأ كل كلمة موجودة. فكان هذا يعني شيء كثير يعني سيء. كان أنا عندي هاي الكرة touching ده واي زد, مش هيك كانت اكس زد بلين مماس, والمركز كان ايش, كان 2 3 5. فالاسقاط شو هو؟ راح يكون 2 0 5. هي هذه النقطه, وبناء عليها اصلا, بناء على هاي انا بجيب مين, بجيب نص القطر اللي هو الثلاثه. فاذا بتصير هيها اكس ماينس 2 squared plus y minus 3 squared plus z minus 5 squared تساوي 9, بناء على انه المسافه هذه هي نص القطر لانه هذا مماس. وبالتالي هي عليها علامتين, هي عليها علامه, فكثير ناس ضيعوا على العلامه هيك ببلاش. الثاني find the intersection between c and y z plane. خلاص هي c جبتها, y z plane معناته ايش, y z هذا بكافئ انه x بتساوي 0. لما احطها 0 بصير عندي 4 زائد y ناقص 3 تربيع زائد z ناقص 5 تربيع بتساوي 9. بطرح الأربعة من الطرفين بيعطيني هاي y minus 3 squared plus z minus 5 squared equals 1. circle, بس مش في الـ xy plane, في الـ yz plane. مركزها 0 3 5 نص قطرها
جذر 5. هلا لهان هي ثلاث علامات. اللي زود وصار يحسب لي ويحكي لي نقطة التقاطع هي بتساوي كذا، ما بعرف كيف صاروا يحسبوا أشياء، يحطوا الإكس كذا، يحطوا الواي كذا، يحطوا مش عارف إيش، وحطوا خصمت لهم. هذا الجواب. التقاطع هي كامل الدائرة، مش نقطة مش نقطتين تيجي تكتبوا لي. السؤال اللي بعده يمكن أول مرة بنجيب لكم إياه، لكن الفكرة كانت بين إيديكم، يعني هذا كان شيء موجود. أنا كان عندي الـ A بتساوي 2 4 سالب 1، والبي كانت 3 RS، وعندي اي بي بيوازي مين 3 ناقص 1 5. ايش يعني بيوازي؟ ما بيساوي، لا بيوازي مش معناه يساوي، يساوي شيء ويوازي شيء ثاني. إذا كانوا متساويات أكيد أنهم متوازيات. إذا كانوا متوازيات ممكن واحد قصير واحد طويل، ممكن واحد رايح هيك ثاني رايح في الاتجاه الثاني. لكن إيش يعني متوازي؟ نسبتهم متساوية أو يكافئ ذلك، بس بطريقة أصعب، إنه الكروس برودكت لهم بيساوي زيرو. هلا نسبتهم طبعا أنا لما أحسب الـ AB اللي هي إيش، هذه 3 ناقص 2 1 R ناقص مين هذا الرقم؟ مو 9 4، R ناقص 4 و S زائد 1 تمام؟ بيوازي هذا، معناته النسبة تبعتهم متساوي، يعني 1/3 بتساوي R ناقص 4 ناقص 1 بتساوي S زائد 1 على 5 تمام؟ تمام. كيف بكمل؟ كل سنتين مع بعض وحلهم. هلا طبعا انه اساوي هذا بهذا لانه متوازيات، هذا غلط اني اقول انه طبعا هي واحد ما بيساوي 3، ما بعرف كيف كملتوها. فR ناقص 4 بتساوي سالب 1 وS زائد 1 بتساوي 5. This is very wrong. طيب هلا شغلة ثانية من الأخطاء اللي وقعوا فيها الطلاب، وهي أنا كثير لما بشوفها يعني فعلا بتأثر فيها، نفسيتي كثير بتضايع. بناء على هذا بطلع R ناقص 4 بيساوي 1 وS زائد 1 بيساوي 1. هو صح الكسرين متساويات، بس ما بساوي البسط مع البسط إلا إذا كان المقام بيساوي المقام. كون المقامات مختلفة معناته البسطين مش متساويات، فما بحق لك تساوي البسط مع البسط. ولكن هي باخذ هذول الثنتين مع بعض، هي 1/3 بتساوي R minus 4 over minus 1 ضرب تبادلي، minus 1 equals 3R minus 12 اجمع ال 12 بصير 11 بتساوي 3R، ومنها R بتساوي 11/3، ونفس الشيء هذيك بتطلع 2/3. فإذا هي هذا الحل الصحيح. أو أنا متأكد هذا الحل اللي بدي أكتبه إنه شايفينه بدوسية من هالدوسيات بمكان من هالأماكن. رجاءً 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 دخيل الله سيبوكم من الدوسيات، سيبوكم من اللي بيكتبوا الدوسيات. 99% من المكتوب كلام فاضي. وأول شيء أصعب، ثاني شيء فيه خطأ هيك كريتيكال اللي حل فيه دخل بالحيطة فيه. أنا إيش بدي؟ إنه هذول متوازيات، فأ بي كروس الفيكتور 3 ناقص 1 5 شو بيساوي؟ زيرو. ايش زيرو؟ فيكتور. زيرو فيكتور هيك الصح. طيب ايش بيصير؟ هي اي جي كي مين اي بي 1 R ناقص 4 S زائد 1 3 ناقص 1 5. هذا ايش بيساوي؟ 5 R ناقص 20 لا لسه زائد S زائد 1 هاي بهذا. بعدين 5 ناقص 3 S ناقص 3 فاصلة آخر واحدة 1 ناقص ليس واحد بل ناقص 1
ناقص 3 R زائد 12. وبعدين شو بساوي؟ الأولى بتساوي 0، الثانية بتساوي 0، الثالثة بتساوي 0، ببدأ أسوي عملية الحل وبطلع يعني بصير عندي معادلات هيك وبجيب راح يطلع نفس الجواب طبعاً. وين المشكلة؟ لما تيجي تحط لي زيرو سكيلر وخذ بعدين إيش بيصير؟ أخذوا نورم، أخذوا ما أعرف إيش، أخذوا أشياء، فكان كان أشياء يعني very very bad. نعم. لازم تكتب زيرو فيكتور. قلنا بدنا نتعود نكتب صح ونحل صح ونسوي كل شيء صح. كسر. اللي بعده انا تقريبا حاللكم شيء بيشبهه انه يعني معطيكم دوت برودكت بديل كروس برودكت او something like this. انا كان معطيني نورم بي تساوي 2، نورم يو بتساوي 3، بي دوت يو تساوي برضو 3، وفايند نون بي بلس يو. تمام. احد اسوأ الاشياء اللي كنت اشوفها وكنت اول ما اشوفها اشطب الحل كلياته انه نون بي بلس يو سكوير تساوي نون بي مش عارف زائد بي دوت يو زائد نون يو سكوير هيك كأنه كان في هانت